طيب يعني انا ضد كلامك قلبا وقالبا، والحقيقه الاستاذه فريده ولا قالت ان هو غير وطني، هي قالت ان هي اعتبر بس. لا 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 لا، طب هكمل. طب هكمل حديث مسجل انا تابعته شخصيا. دي فرصه انك تتفضل اكمل وبعدين اعترض زي ما انت عايز، ما تقاطعنيش وانا بتكلم. يلا يا فريد، يلا يلا يا فريد، يلا اوكي. فهي هي قالت ان هو سجد لله شكرا في هزيمتنا، وده يعني حاجه غير مقبوله من شخص، وانا ما بحبهوش عشان كده. هي بتقول انا ما بحبهوش عشان كده. الحقيقه هي من حقها تعبر عن رايها، احنا مش هنحجر على الناس، لكن اللي حصل للاستاذه فريده بعد كده حضرتك لو انت شفته، لو انت تابعت من محامين، واحد محامي عايز يقوم يضربها على الهواء، شفته وعارفه بالاسلوب اللي هو اتعامل معاها. النظام بقى ايه الشكل بقى الغوغائي بتاع الناس، بتاع الناس اللي هي، وقضايا بتترفع من هنا وكلام فاضي بيترفع من هنا.